شو بدنا نسمع ابو شريش هلا؟ غنيت لأدل، بدها تغني لنا انه هلا يا جار الرضا. ايوه اسم الله عليك. يا جار الرضا حلال اللوم عارفين. لا لا لحظة 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 لحظة، وقف وقف وقف، شو عم تعمل معلم؟ لا انت مش جار الرضا ابدا. اذا عم تارجيلي وكذا، لا عم تارجيل؟ ايه بحبها كثير هالغنية، وبحبها مع الارجيلي اكثر. كيف انا ما عندي اشكال مع الارجيلي يعني، هلا بطلع باخذ نفس معك بس مع الغنية ما بحضر. ما بحضر اذا ما بارجل ما بحضر. انت الغنيه ما بتصلتك تعمل لك راس؟ لا ما بتصلتك الغنيه ما بتعمل لك راس، بدك تارجل تعمل راس وتسمع غنيه تعمل راس. شو انا لك كثير من امتى بتارجل بالبيت؟ من امتى بتارجل بالبيت يا تربل؟ خلص لا خلص غني غني يا خي، وقفت ارجلي غني اصلا ارجلي. هلا مع الارجلي ما ولا ممكن. انت عم بالبيت يا جماعه، انت بس تكون عم تغني احد عم بارجل بتتضايق؟ ما انا ما عندي مشكله مع الارجلي كارجلي، بس انه يا خي اللبناني بده يشرب كيس ويارجل نفس الوقت ويسمع غنيني، وبعد بده حدا يجي يعمل له مساج كمان، يعني بده ينبسط كل انواع البسط نفس الوقت. خيّنه قسمهم هودي احلى. بعدين الارجيله مع الموسيقى ما بحسها شوي ايه يعني ما بتسمع غير خو. طب بيروحوا يحضروك بالروت بس يخلصوا يرجلوا بعدين مثلا. تفضل شوف حطيت الارجيله انا، خلصنا ارجيله، حطيت الارجيله بس سلطن سلطن بدون ارجيله ما بيصير يا خيي، ما بيصير.